يلا بينا. جبت الحتتين يد؟ عيب يا قمر، حتة واحدة ايه؟ طب روح نزل الحاجة اللي معاك وروح هات لهم اكلهم. يسلموا سلاح، يبقى اكيد في مخدرات في الموضوع. لا هو احنا كده روحنا في داهيه، ده الاكيد. طب المستر استخبى استخبى. يلا 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 بسرعة، يخرب بيت أبوكم. أنا عطشان قوي يا أخوي. يلا يلا. خير 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 خير. شش يا ابني وطي صوتك، احنا في عزبة خطر. طب هنعمل ايه؟ الأجواء اللي احنا فيها دي كده عايزة تسلم. يا عم والنبي أنا مش ناقص كلام يخوف، والنبي يعني ايه تسلم؟ أنا بقولش كلام بيخوف، أنا بخطط دلوقتي بعد إذنك ما تعصبنيش. تاني حاجة تموين. في ايه؟ شيل بتاعة التموين مع عمك. تمويه مش تموين، ركز مع بعضينا، احنا في عزبة خطرة. تالت حاجة لازم يبقى عندنا ذكاء ودهاء وسرعة بديهة واستمرارية وروح معنوية وباتنين جنيه لانشون ورغيفين فينو. لا رغيفين فينو مش هيكفوا حد خالص. هنجيب ميت طويلة ابو سمسم. ماشي. مش هنحف. لا هنحف. مش هنحف، مش احنا في عزبة خطرة. في عزبة خطرة دي انت هبقى واحد. اقول لك في عزبة خطرة يا عم، خطر على نفسيهم. طب عليا اني اعمل اقول على ال لا خلاص هقول بلاش والنبي. طب اهدى بقى. حاضر اهدى. عشان بعد الكلكعة بتيجي الشخلعة. ماشي. بعد الكلكعة بتيجي ايه؟ الشخلعة يا اخويا. وراي. ماشي يا عم. بالراحة. طيب طب ما تزعقش. حاتم انا احتمال ازعلك. اعرف بس انا رايحه فين. انا رايحه فين؟ رد علي. حاسب عليا. يلا. حاضر يا اختي حاضر. مستعجله. يا ابن انا تعي السكر يا مسكر، تعي الكرات يا مكر. التعميله شكلها حلو ولا ايه؟ الله يخرب بيت دماغك كمان. بس الو. ايوه يا ام. لا انا شجره مش هعرف ارد عليكي دلوقتي. هات هذا التليفون ده. لابد. اهلا هنا. ومين ياض؟ احنا من حال الاشجار والله بيه، مش من هنا وفلوسنا خلصت ومش عارفين. استنى انت. ومين ياض؟ شجره. انتوا مش العيال بتاعت التذاكر؟ انا شجره ما بتكلمش. ايوه احنا. دخلتوا هنا ازاي؟ تسللنا. قلتو؟ انت شجره ما بتتكلمش. طب خش جوه معايا بقى، لا تثبته هنا وارمي العرنوس اللي في ايدك دوت، الخير جوه كتير. خش لف نفسك. ماشي. امسك ياض تليفونك اهو. ايه ده؟ انت مش حرامي؟ حرامي بس بمزاجي مش غصب عني. انتوا عايزين مني ايه بقى ان شاء الله؟ الصراحه يعني احنا كنا جايين لك عشان ناخد منك تذكره الحفله الثالثه. بعتها؟ ازاي يا ابني بعتها؟ انت مش كنت هتيجي معانا الحفله يا ابني؟ بس اتزنقت في فلوس، بعتها لزبونه. زبونه مين دي ولا راحت فين؟ وانا ايش عرفني؟ ان شاء الله هعمل لها فيش وتشبيه. المهم انتوا مين اللي دلوكوا على طريق؟ انا وعدته اننا مش هنقول اسم. ما تتكلم يا ميشو. سواق توك توك. خير. انا ما وعدتش حد بحاجه. ودخلتوا هنا ازاي؟
دخلنا في عربية الصواريخ. ايه كمية الصواريخ دي؟ انت عندكم فرح ولا اولمبيات العزبة بدأت؟ لا اصل النهارده في موسم عيد. عيد ايه؟ عيد حصاد البانجو. بانجو؟ اصل احنا بنزرعه هنا في المنطقة والحمد لله النهارده الخير كتير قوي قوي ازيد من السنة اللي فاتت. ده احنا بنفكر نصدر. يلا يا اسكت خالص ولا كلمة ولا نفس. هروح اشوف مين يكون انتوا اتدريتوا في اي حته. ماشي استخبى لك في ازازه. خش جوه. تعالى هنا. خش جوه استخبى الترمان. اهلا وسهلا الكل. تعالى نشوف. استغم. استغم. هو انت ادي فستق اللي بعت لي التذكره دي؟ انا اسمي بندق مش فستق ومع ذلك الاثنين مكسرات. دي هديه متواضعه يعني مش قد المقام. الكذاب ما باعش التذكره. هي مين دي؟ لا ابدا اصل انا بعدي كل يوم يعني من تحت شباك. وانت بتتجسس عليا يا ياض؟ لا بتجسس ولا حاجه ده صدفه والله. بلاقيك لا مؤاخذه يعني معليه الكاسيت. وانت ايه اللي بيعديك من تحت شباكنا؟ الرجل الدب مطرح ما تحير. واحنا الدبدبه بتصدعنا. عموما مقبوله. يا سلام على الرضا. بس هتاخد حق التذكره. اخس دي هديه. تبقى تهديني لما الروس تتساوى. يا رشال اي امسك. ما يصحش. امسك. مع السلامه. كام دول؟ انت قاضي يا خداع يا منافق يا كذاب يا غشال. يا عم كل ده في ايه؟ انت بتضحك عليا يا قاضي. انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ ولا بقول لك ايه، هي مين البنت الرقيقه القويه الجميله دي اللي كلكم بتخافوا منها وبتحترموها؟ ايوه اللي التذكره معاها. مين دي البنت اللي معاها التذكره دي؟ تبقى حبيبتي انا بنت الملك معلم شوقي سفينه. لو تقدروا بقى تاخدوا التذاكر روحوا خدوها. وبعدين احنا لازم نروح نجيب التذكره عشان عليها الرقم. رقم؟ رقم ايه انت يا رقم ايه؟ انا شجره ما بتكلمش. الرقم القومي. هو الرقم القومي بتاعه طويل ما بيحفظوش فبيكتبوا على الحاجات. رقم قومي ايه؟ الموضوع ده مش مريحني. الموضوع ده شكله فيه ان تقعد هنا ادي انت وهو ما تتحركش تروح في حته، وانا هروح احتفل مع الرجاله في سوان عيد الحصاد. ها وارجع لكم بقى اشوف الموضوع ده اخرته ايه. ماشي ماشي في المناشي. وانت ماشي. كل سنه وانت طيبين. طيب بارك لنا على الناس. عيد سعيد ويعود عليكم الجوانات بخير. ما تنساش كحك البانجو بقى. يلا بينا. يلا بينا فين؟ انت ما سمعتش بيقول لك ايه؟ الرجاله كلهم في سوان عيد البانجو وكلهم بيحتفلوا وملهيين. ده انسب وقت نروح فيه البيت للبيت واقول لها ان هي عجباني. هي دي مين دي اللي عجباك يا؟ قصدي نجيب التذكره. بقول لك ايه، بلا قصدك بلا مش قصدك، قول لي مين اللي عجباك؟ البنت اللي كانت واقفه على الباب وخدت التذكره. وانا عمري ما اقف في طريقك يا ابني. شفت في عينيها انعكاس ذوق القمر. الله. على سواعد مزارع البانجو. شفت الطيبه اللي جوه كل طفل مرتاح وهو بيجري من غير بامبرز ومش همه الناس ولا الطريق. شفت الفلاح وهو بياكل مش. ايه ده؟ شفت الحنيه. ايه اللي على دماغك ده يا؟ في ايه؟ دماغك بتزرع. يا بصل يا عم. والله بتزرع يا دلوقتي. لا ما بتزرعش، انما من شويه لما بتقول الكلام بتاع الحب ده كان في زرع على دماغك. يا عم ما فيش الكلام ده، يلا بسرعه نلحق نروح للبت دي. يلا يلا. تعود علشان المدير. كل سنة وانت طيبين. الليلة عيد على الدنيا سعيد. كل سنة وانت طيب يا عم عزبة الطغاة تمك. بسم الله ما شاء الله. ما فيش بيت فيك يا عزبة إلا وفيش والبانجو. كله من خيرك يا حمينة. عاوز يا ولد. عاش ولا كان اللي يطلب وهو ما بين إيديك. بس أقدر أتمنى. وانت عارف مرادي بالقرب من كريمتي. الله الله الله. انت اتهبلت يا ده بندق ولا ايه؟ مش القصد يا معلم. انت فاكرني راجل جاهل؟ راجلي! اسمع يا ابني ترمس الدايبة. مش شوقي سفينة اللي يجبر بنته على جواز. نازك بنتي حرة وليها إرادة وهي اللي هتختار راجلها بنفسها. عليا النعمة أنا مضروب بي. يعني ده آخر كلامك يا معلمة؟ ماشي يا نصير المرأة. عن إذنك بقى عشان أروح أتمرمك في خيرك. مرمك؟ هاتولي البفرة العائلي.
الله ما دومت مهياص الرجاله شويه يا شريف. عينيا يا معلم. يا ابني مودينا فين يا ابني؟ احنا في عزبه خطره يا ابني. بحبها يا ابني، بقول لك انت ما بتفهمش. بتحبها يالا قوي. الحنية مش وقته خالص. طب فين هي؟ دق يا قلبي على الحنية، دق يا قلبي على الحنية. يلا بقى. أيوة. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ جرى فيها ايه؟ يلا بقى يا ورقة. حتى الناس صبحت مش الله يلعنك يا اخي. ليه يا ابني؟ ما احنا مزقططين وفرحانين في ايه؟ وانت اي فرح تروحه قول لي. هنعرف بيتها ازاي واحنا ما نعرفوش يا رومانسي؟ قلبي هيدلني. الله يخرب بيت ام الزرعه اللي بتطلع لك في دماغك اللي هتجنني دي. الله يخرب بيت ام فصلانك انت. انت بتفصلنا ليه يا ابني؟ انت اما بتتموع عن الجنينه بتطلع. مفيش حاجه في دماغي. هو ما نقرع اهو. نعمل ايه؟ سامع؟ اهو من هنا الصوت جاي من هنا. بقول لك ايه، انا نفسي اعمل معاها من الاخر روميو وجولييت. مين بقى روميو ومين جولييت؟ انا روميو وهي جولييت. وانا عم حمام بقى ولا اعمل ايه انا؟ لا يا ابني انت هتبقى السلم، انا هتسلقك يا عبيد. انا مش هقف في طريق حبك، تعال. ربنا يخليك يا اخويا. لا مش مستحيل، انت تقيل قوي، انت لو تسلقتني هتقسمني نصين. وبعدين انت اطول مني وهتشوفك اوضح. يبقى مبدي انا روميو وانت السل. ايوه بس انا اللي بحبها. انا كان نفسي اعمل معاها المشهد الرومانسي ده. ماشي يا حبيبي ماشي، شوف انت نفسك تقول لها ايه وانا اوصل لها الكلام. مش انا اخوك. ياه اخيرا قلتها. اهم حاجه رقم واحد ما تفكرش. ماشي تمام. اللي هقوله لك تقوله على طول. همليك تقول تمام. بس يلا بينا. يلا طب اعمل لي شبيك. يلا لبيك. ولا قاعده. ايه هي قاعدة؟ هي لو بتسمع هايفة. بس بس لها. مش سامع. طب مزق لها. يا نهارك اسود. أرجوكم ما تسوتيش والنبي وهقول لك على كل حاجة. أنت مين وعايز إيه؟ إيه؟ أنا ضيف. أنا ضيف. حد برضه يعمل كده برضه مع ضيف؟ أنت مش من العزبة. ولا أنت كمان ولا من العزبة. ولا أنت كمان من العزبة. قصدك إن أنا مش من العزبة، أنا بنت الكبير. صحيح أنت اتولدتي وعشتي فيها. أنت اتولدتي هنا وعايشة هنا. بس عمرك ما كنتي شبههم. بس انت مش من الناس اللي هنا ومش شبههم. هو انت ايه اللي جابك هنا؟ ايوه جاي عشان انقذك من كل ده. انا جاي انقذك من المستنقع ده والبهايم والحيوانات اللي انت عايشه معاهم والقرف ده كله. حتى بالاماره انت بتسمعي يا ابن الحلال عشان انت بنت حمار. اقول لها ان انت شخصيتك جميله قوي. انت شخصيتك جميله قوي قوي. شكرا. اسالها اتغديتي النهارده. انت ممكن بعد اذنك انزل اربط الجزمه بس. انزل يا ابني. السؤال الاهطل ده. طب اعمل ايه؟ والله انا سائل قبل كده ثلاث بنات من المطريه السؤال ده وحبوني قوي. سيبني بقى انا اسالها سؤال من بتوعي هخليها تموت في دباديبك موت. انقذ حبي الاخير. ماشي يلا اتفضل. بقول لي انت اتعشيتي ايه النهارده؟ شريفه ريحي شوية ريحي شوية، عايزين نشوف شغلنا. حاضر يا معلم. ايه؟ العيال مسكوا غريب في العزبة. ده فينا منين المصيبة ده؟ يرضيك برضو كده يا معلم الحصان. اخرس يا. حاضر. مين ده يا واد؟ احنا مش نعرف العزبة الجثة دي يا معلم، فاحنا قلنا نذاكر الواجب اللي علينا. انت كده ضمنت اعمال السنة كلها. لا الحقيقة الأولاد فعلا ممتازين، ده خلصوا منهج وشي بسرعة جدا، ودخلوا على جسمي كمان في أول شابتر.